سيكون النزال بيني وبين الغريب الأسود من شروق الشمس إلى بحيرة. إما قتلته وإما قتلني. يلزمنا حليف قوي وقريب من الملك، وأنا من سيعتني بهذا الأمر. إنها قصة خضرة وابنها بركات. بركات من رزق ليلة لي. أنت تعرفين جيدا مصير من يخون سناتي. ما هي خطتك؟ أريدكم أن تقتلوا بركات لأجلي. وما كان لبني هلال أن يقتلوا عدوهم حيلة، ولكن يقاتلون كما يليق بهلالي، رجلا برجل، وجها لوجه، سيفا بسيف. أنا الفارس الوحيد أيها الملك الذي أستطيع أن أرد هيبة بني هلال. فعلتها قديما وقادر على فعلها الآن. علي أن أقطع هذا الجزء المتعفن في جسدي. أنني سأقتل الرجل الذي كان سبباً في كل ما صادفته من بؤس. من تقصد؟ أبي.